أحسن المسلمين، كل القدس وكل فلسطين للمسلمين. هون جينا نصلي العشاء والتراويح، صلينا باب العمود. وهي أكبر رسالة للاحتلال، يفهم إنه ما بيقدر يسيطر لا على القدس ولا على أهل القدس ولا على المسجد الأقصى ولا على باب العمود. باب العمود إلنا والدرجات إلنا وكله إلنا. المستوطن مسموح له يرقص هون، والشاب ممنوع يقعد على الدرجات. ما بيصير هذا الحكي، هذا الحكي مش راح ينتهي. رسالتي للعالم الإسلامي، لا تتركوا الأقصى وحيدا، لا تتركوا أهل القدس لوحدهم. أهل القدس يذوقون الأمرين، يدفعون الثمن، يذودون عن الأمة جمعاء، هنا في القدس هنا في المسجد الأقصى. أهل القدس صامدون ثابتون، رجال ونعم الرجال.